الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد. فما زلنا مع أعلام الأمة الذين بهم نستبصر الطريقة من خلال فهمهم للوحي وكتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا بد من معرفة هؤلاء الأعلام الذين ضحوا بأوقاتهم وأنفسهم وأموالهم وجهدهم من أجل تبليغ وإيصال لنا هذا الدين من جميع أبوابه. ومن هؤلاء الأعلام التابعي العالم الفقيه حافظ العراق الإمام إبراهيم النخعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الكوفي اليماني، اليماني الأصل، كوفي ولادة والمنشأ. فهذا التابعي الذي عاصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وعاصر البراء بن عازب وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين، وقد دخل على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو صغير لم يحترم، حيث حج مع خاله وعمه وهو صغير، فرأى أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إبراهيم النخعي ولد بالكوفة، الكوفة هي في العراق وفيها ترعرع ونشاء وتعلم العلوم على أيدي علمائها، وحفظ القرآن الكريم حتى صار من قراء الكوفة، وحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار من محدثي الكوفة، وتعلم وتبحر في الفقه حتى صار من فقهاء العراق. هؤلاء الذين كانوا يجتهدون ويبذلون قصارى جهدهم في تعليم الدين وتعلم الدين والتبحر في الدين، همهم الوحيد كانوا أن يتعلموا الدين، ما كانوا يبحثون عن الشهرة ولا عن الوظائف كعصرنا هذا ولا عن الشواهد، وإنما كانوا يبحثون عن العلم الشرعي الذي أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد منه. فقال: وقل رب زدني علمها. وقل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا وصلاحا وسعادة أن يفقهه في الدين، لأن العبادة قائمة على الفقه على الفهم في الدين. لذا سيدنا علي رضي الله عنه يقول: لا خير في عبادة لا فقه فيها، لا خير في عبادة لا فقه فيها. فهذا الرجل صفاته أو صفته الخلقية كان نحيفا، نحيف الجسم، وكان كريم إحدى العينين، يعني في إحدى عينيه بياض، يبصر يعني بعين واحدة، ولكن الجيل الأول ما كانوا ينظرون إلى الصفة الخلقية، هذا جميل أو قبيح أو ذميم، ما كان عندهم يعني مقياس الإنسان على أساس الجمال ولا على أساس المال ولا على أساس المنصب ولا على أساس الجاه، وإنما على أساس ما عنده من علم. فمن عنده علم يقرب ويتقرب إليه الناس،
ومن حصل المال فقط يهرب منه الناس ولا يستفيد منه الناس إلا إذا كان كريما سخيا. وهذا الرجل إبراهيم النخعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عالما، حتى أنهم نقلوا وينقلون عنه صفاته الخلقية والخلقية، ومن أخلاقه كان متواضعا وكان بشوشا ويحب أن يستفيد منه الناس، وكان يلبس أحسن ما عنده من الثياب مع الزهد والورع، وكان يلبس العمامة وتحتها القلنسوة، ولا هذا أبتان يعني كعادة كثير من العلماء يفعلون ذلك، يعني يلبسوا العمامة. فالعمامة كانت هي تيجان العرب، وللأسف الآن صارت العمامة مهجورة اللباس المميز، يعني الإنسان إنسان بلباسه وبهندامه. فالجيل الأول من أبائنا وأجدادنا حينما كانوا يلبسون وتراهم يلبسون الجلباب والعمامة، فيظهر عليهم يعني سمت الوقار والاحترام، وأن الإنسان بشخصيته بهندامه. والآن تجد الإنسان عنده 60 عام 70 عام لبس السروال مزير مقزز كذا، تشوف سبحان الله العظيم، وستين عام 70 مازال ما أنت بتلبس جلابة، لبس جلابة يجي الباب راه عنده وقر احترام. فنحن نسمع العادات والتقاليد، نسمع في وسائل الإعلام يقول لك والواحد يخصو يحافظ التراث وعلى التقاليد المغربية، كل بلد يقول لك نحافظوا على التقاليد ديالنا، والتقاليد ديالنا هي جلباب، هي الجلباب، نحافظوا على الجلباب، نلبسوا الجلباب، على اسم نلبسوا الجلباب. وكذلك المرأة، التقاليد المغربية شنو هي؟ هي الحايك، هي الجلباب، ماشي هذه الألبسة اللي كنشوفوها الآن. وخصوصا يوم الجمعة كان أيها الإخوة كان السلف الصالح يكون عندهم ثوبان، يعني زوج ألبسة، لباس المهنة ولباس الجمعة. احنا تخلطت عندنا مع ذلك لباس المهنة نجيو بها نصلي، ولباس سبحان الله لا، يكون عندنا واحد لباس نعينه، لباس الجمعة خاص ألبسه في يوم الجمعة. تأملوا لو كان الإنسان يكون عنده كل جمعة لقاء مع الملك، مع الملك لباس، يكون عنده لقاء مع الملك، هل سيخصص لباس معين أم سيأتي الملك ويقصد الملك ويدخل على الملك بلباس كيفما كان؟ لا شك أن كل واحد يقول لك لا نخصص واحد لباس معين لأدخل به على الملك. وراه الله عز وجل يقول لك هكذا، دخل عندي بواحد لباس معين. يقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذن هذا التابعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إبراهيم النخعي كباقي الصحابة والعلماء فكان عندهم لباس مميز، يحسبه الرائي أنه من الموسرين من الأغنياء، ولكن هو فقير، لكن يهتم بهندامه ولباسه. فنحن يجب أن نفتخر وأن نتميز بلباسنا وأن نفتخر بلباسنا. جلبة مستورة وتستر الإنسان، تستر الإنسان. لماذا غيرنا لا يلبس لباسنا؟ هذا سؤال مطروح، لماذا غيرنا لا يلبس لباسنا؟ كاين اللي مشى لأوروبا ومشى دول أخرى ومشى كذا، واش تلقى شي واحد أوروبي لابس جلابة ديالنا ولا لابس العباية؟ وحنا اللي كنلبسوا اللباس ديالهم،
مع أن المسلم يلبس كل ألبسة اللي واسعة، ولكن خصنا واحد التمييز، خصنا واحد التمييز نتميز به عن غيرنا. إحنا أمة عندها تراثنا عريق وكبير واسع ونفتخر به. هذا التابعي هو يسمى من صغار التابعين، ولكن كبير في 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 العلم. كذلك كان متميز في العبادة، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا تابعي كصيام داود عليه السلام. تعرفوا صيام داود أنه يصوم يوما ويفطر يوما. هذا إبراهيم النخعي يصوم يوما ويفطر يوما رضوان الله تعالى عليه وارضاه، ويقوم الليل ساعات ساعة، يقوم الليل حتى أنه يحكى عنه أنه كيفشل من شدة الوقوف بين يدي الله عز وجل. إن كان عندهم التنافس على ما عند الله عز وجل. السلف الصالح هكذا كانوا، حينما تمر على بيوتهم ترى النور والسراج، كل بيت فيه سراج، وتسمع لهم أصوات القرآن الكريم تتلى ليلا 12 الليل 11 وحدة الزوج. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. احنا إلى مريت على على بيت من بيوتنا تعرف بأنه راه مع وسائل اتصال، وسائل اتصال دنيوية، أما العبادة فهي قليلة قليلة. الإنسان يراجع نفسه حقيقة، يقول علاش أنا ما كنقومش لولي وركع. يا أهل القرآن صلوا في الليل ولو ركعتين، يا أمة القرآن صلوا في الليل ولو ركعتين. إن الإنسان اللي ما كيقومش الليل علاش ما كتقومش الليل، ولكن كما يقول الإنسان راه يصلي الفجر، ما قيام الليل راه بعيد وصعيب. واش حنا كنقوموا واش كنصليوا الفجر؟ عاد نقولوا قوموا الليل. إن هذا مرض والله يا إخوة، مرض. حيث ما فكرت وتأملت في واقعنا توجد المجتمع كله مريض. إحنا مرض، إحنا مرض، ماشي مرض الله أعلم، أمراض كثيرة أصيبنا بها، أصيبنا منها مرض القيام لصلاة الفجر، هذا مرض. من أي ناحية الله أعلم، السبب الله أعلم. وإن كان بعض السلف جاءه رجل، واحد العالم جاءه رجل فقال تثقل يثقل علي قيام الليل، قال له أنا ما نقدش نقوم الليل. قال له أثقلتك الذنوب، أثقلتك الذنوب فثقل عليك قيام الليل. هذا هو هذا هو المرض. قال له الذنوب ثقلتك وما تقدرش تقوم الليل، لو كان انت خفيف بالطاعات وبذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن يجي لك خفيف انك تقوم الليل. ولكن كذلك تدخل في العادة، العادة الآن الدول في أوروبا في الصين في اليابان في كذا، قبل شروق الشمس الناس كلها خدامة، كلها وقفة، ولو لم يكن العمل حتى اليوم السبت والحد اللي عندهم فيها عطلة أنهم كيقوموا، ما يقدرش ينعس، عنده عادة ولف. احنا حتى اللي يصلي الفجر يولي النعاس، هذه أصبحت عادة، وهذه مخالفة للشرع، مخالفة للعادة، مخالفة للعادة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينام، الصحابة ما كانوا ينامون بعد صلاة الفجر، يقوموا تقسم الأرزاق، واحد ينعس حتى التسعة والعشرة يقول لك ما لقيتش الخدمة، ما كاينش الخدمة، ما عنديش، واش بكرت بحث عن العمل ودعيت الله عز وجل وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذا من التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حمل عنه العلم وهو ابن 18 سنة. وتأملوا أيها الإخوة، احنا كنذكروا القصص نتاع الصحابة ولا التابعين ماشي من أجل تسلية، نذكروا الخبر من أجل اقتداء بهم، من أجل اقتداء بهم. هذا عنده 18 سنة وأخذ عنه العلم، وكان يؤخذ عنه العلم، يعني صار عالما من العلماء الكبار. 18 سنة عالم، يأتيه الناس من بلاد بعيدة فيأخذون عنه العلم.
وشوفوا 18 سنة الآن عندنا، شوفوا 18 سنة حالته، 18 سنة 19 20. فلما يبلغ من تابعين الرجل 30 عام 40 عام يصير شيخا في يعني واقعنا اليوم، شيخ كبير 40 عام 30 صح عنده، ولكن بالوقار بالحياة بالإيمان بالزهد بالوراء. ولذلك كان السلف الصالح شابهم أخلاقه أخلاق الشيوخ، وهذا أحسن الناس. الإنسان يسأل الله أن تكون له أخلاق أخلاق الشيوخ كبار، وأعوذ بالله من شيخين أخلاقه أخلاق الشباب، أعوذ بالله من شيخ واحد كبير ولكن أخلاقه أخلاق الشباب، غير ينقز كلامه خفيف، أخلاقه خفيفة، يتكلم في كل كلام، هو 70 80 سنة ما زال يمزح، ما زال يقول كلام كذا، ما زال كذا. لا، أنت شيخ كبير عليك الوقار والاحترام وكلام طيب والدعاء وهكذا. والله لقينا الناس احنا صغار مع الناس كبار، تكلم مع شيخ كبير يقول الله يرضى عليك يا وليدي، الله يفتح عليك ويدعي معاك، واللحية ما شاء الله بيضاء وكذا، فتحترمه وتوقره وتقول دعي معايا الله عز وجل. يا احنا ما شاء الله كاين تلقى عنده 70، احنا نعمه ولا اخصصه، نعمي، نسأل الله عز وجل ان يهدينا. وهذا من تابعين الرجل من تابعين ابراهيم النخعي، فكان عالما ويفتي، وفي سنة 96 أصيب النخعي إبراهيم النخعي بمرض. لما مرض وكان الناس يعودونه، فدخل عليه من دخل فوجده يبكي جزيحا، قالوا علاش كتبكي؟ أنت عالم فقيه حافظ كتاب الله عز وجل، علمت الأمة تقوم الليل تصوم النهار، علاش كتبكي؟ قال له وأي خطر أعظم مما أنا فيه، أتوقع رسول يريد علي من ربي إما بالجنة وإما بالنار. قال له كان بكي لأني غادي نمشي عند الله، وكان توقع ملك، ملك هو نكير ومنكر، ملك الموت ثم بعده نكر ومنكر بعده، ملك غادي ينزل عليا، توقعوا ينزل عليا ملك الموت سيأخذ روحي، هذا الروح إما أن يأخذها إلى الجنة وإما إلى النار، وهذه هي المصيبة. ولذلك الله عز وجل سمى مصيبة الموت بهذا، مش الموت تخرج الروح، الروح تخرج، ولكن المصيبة والخطر فين غادي الإنسان، شنو هو المصير دياله، واش غادي للجنه ولا غادي للنار باعماله، وكل واحد غادي يشوف الصوره ديالو. بمجرد الانسان ما يحتضر الا البصر اللي كيشوف فيه امور دنيويه كيتغلق وكيتفتح البصيره اخرى، البصر اخر، اما يشوف الجنه واما يشوف النار، اما يشوف ملائكه الرحمه واما يشوف ملائكه العذاب. هاد الناس اللي كانوا يقوموا الليل ويصوموا النهار، والناس من أولياء الله يخافون ويبكون، فكيف نقول نحن؟ كيفاش غادي نقولوا احنا؟ صلى الله السلامة. هذا الرجل العظيم إبراهيم النخعي تعرفون كم عاش، نشر العلم وبلغ العلم وصار اسمه في الآفاق، كلما ذكر ترضى عليه الناس، شحال عاش؟ 49 سنة فقط، 49 سنة من العلماء الكبار، والله يرحمنا ويغفر الذنوب ديالنا ويستر العيوب ديالنا. يا ربنا كما جمعتنا في هذا اليوم اجمعنا جميعا في مستقر رحمتك في الجنة، يا ربي تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا.